ينضم معنا محلل الأسواق المالية هاتفيا محمد العنقري. أستاذ محمد مرحبا فيك ويعطيك العافية. بداية أبغى أتكلم عن هذا الـ إذا مع الأزمات نعرف أن هناك تقتنص الفرص، ما رأيك بالدخول في مثل ظل هذه الأزمة التي لم تمر بها ولم يمر بها العالم، رأيك بالدخول في هذا الوقت بالاستثمارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والسادة المشاهدين. وكما ذكرت يعني الأزمات تولد فرص، المقصود هنا أن الأسعار تصل لمستويات غير مسبوقة. طبعا الصناديق التي تستثمر كالصناديق السيادية ومنها صندوق الاستثمارات العامة هي تبحث عن فرص لمدى زمني طويل. يعني لو أخذنا الشركات التي تم الاستثمار فيها في القطاع البنكي هي من أكبر البنوك في العالم، وأيضا شركة في هي أكبر شركة صانعة للطائرات سواء الحربية أو المدنية، بالإضافة إلى قطاع الترفيه، أي أن هناك يعني توجه لعدة قطاعات قد يكون هناك أهداف بعيدة لهذا الاستثمار، منها يعني زيادة التعاون مع هذه الشركات مستقبلا فيما يخص دعم الاقتصاد الوطني. هذه قد تكون من الأهداف الاستراتيجية، ونعلم أن جميع هذه البنوك أو هذه الشركات عموما لها يعني نشاط داخل المملكة باستثناء قطاع الترفيه الذي هو قطاع جديد، وبالتالي المملكة أيضا تبحث عن تنشيط هذا القطاع. طبعا عندما يتم الاستثمار هو ينظر إلى داخل الشركة مقوماتها ومستقبلها والكثير من النقاط التي بموجبها يتم اتخاذ القرار الاستثماري. السوق الأمريكي تقريبا هبط في الربع الأول أكثر من 30 أو 35% في فترة قصيرة، وبالتالي كان هناك فرص يعني واضحة بأنها جيدة للاقتناء، خصوصا مثل شركة بوينغ والتي هي تعتبر يعني شركة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، وحتى يعني من الشركات المؤثرة جدا على في العالم في مثل هذه في هذه الصناعة. ولذلك يعني بغض النظر عن مستوى الأسعار الذي ستصله الشركات خلال الفترة القادمة، ونعلم أن الأسواق ما زالت عرضة للتذبذب والتقلبات، إلا أن بناء المراكز هو يؤخذ في مثل هذه الشركات بمدى زمني طويل، أي ليس الهدف هو اقتناص فرص للمضاربة، لأن مثل هذه الآلية لها أسلوب ونهج مختلف. أستاذ محمد، يعني أنت تقصد أنه الدخول في مثل هذه الاستثمارات في الوقت الحالي لن تجد أسعار أقل من اللي وصلت هذه الشركات، فلذلك هذه فرصة مناسبة؟ يعني هي ليس بالضرورة أن يشتري المستثمر بأقل سعر. يجب أن نعرف قاعدة مهمة جدا، القاع يحدده المستثمر، بمعنى أنه عندما يدرس الشركة ويدرس قوائمها ويدرس مستقبلها وحتى الإدارة فيها، هو ينظر إلى السعر الموجود في الشاشة، هل هو يعتبر سعر مجدي للاستثمار حتى لو هبط قليلا عن السعر الحالي، إنما هو يبحث عن الجدول المستقبلية تحديدا. آلية أن تشتري بأقل سعر هي آلية غير يعني منطقية وغير موجودة أصلا، ولا يتم التعامل فيها بالأسواق من قبل المستثمرين. المستثمر هو الذي يحدد القاع، والقاع هو منطقة وليس نقطة. حتى لو نزلت الأسعار عن هذا المستوى، المهم في الأمر هو الهدف الاستراتيجي من هذا الاستثمار. يعني لو أخذنا إحنا أبعاد كثيرة من التعاون مثلا مع شركات صناعية مثل بوينغ وغيرها، هناك يعني قطاع ينشأ حاليا في المملكة وهو قطاع التعدين، والذي هو بالأصل يعني قطاع يخدم قطاعات صناعية مثل قطاع الطيران. هذا من الممكن أن يفتح الباب على تعزيز التعاون أكثر بما هو قائم حاليا مع شركة مثل شركة بوينغ. هذا كمثال بسيط. صحيح نحن نقفز إلى أفكار مستقبلية، ولكنها واردة بحكم نقطة واحدة، أن هذا صندوق سيادي، وبالتالي هو يبحث عن أكثر من هدف من خلال هذا الاستثمار. المحلل الأسواق المالية محمد العنقري، شكرا جزيلا لك.